بسم الله. من الأسئلة اللي برضه ممكن تيجي في امتحان الريفت إن هو يقول لي لو أنا عندي الأوضة اللي هي 104 ديت، الباب غير التايب بتاعه ل 800، تمام، غيرت أنا كده ل 800، يقول لي حط على مسافة 200، تمام خلاص، يبقى أنا حطيت على مسافة 200، يبقى المسافة دي كام؟ طبعا أوتوماتيك، هو العرض دوت بتاع الباب معروف وده برضه معروف، وخلاص أوتوماتيك الرقم دوت مفيش أي مشاكل فيه، هاخده وأحطه في الامتحان، يبقى كده ضمننا درجة.